المستمع من خلالها. إذا الخطأ بالتمرير وأم تعود إلى أجد أسرار كبير جدا وإلى ركلة ركنية لمصلحة سعد السلولي. بدأنا الاتفاق قال إلى نادي أبها حمد يا هناك سقوط لكن بدأ يتاحم هذه فرصة لهدف أول. الكرة تعود راسية وكرة إلى الأمام والحبيب اللي أنقذ فرصة هدف محقق لنادي الجيزاني. يعتمد على الرميات الجانبية الطويلة الكرة تصل من رمية جانبية راسية تأتي حاضرة رجل لمصلحة فريق نادي الخليج إلى الأمام سريعة إلى الحبيب برأس ميدان وصلت سريعة إلى جد يسار بالتمرير إلى مالك الدرويش بعد ذلك عادت إلى نادي الأمام الإبراهيم إلى الجد يسار والعرضية والخطورة والهدف الأول. ماذا في الكرة الماضية خطيرة كانت لا زالت لمصلحة الخليج هذه النقطة هذه الكرة العرضية والنقطة الماضية والكرة الماضية شاهد هذه الكرة راجل مدافع لنادي أبها شاهد أحمد الحبيب اللي يخرج الكرة ليست الكرة العشر نقاط من الوسط هنا نقطتين ما بين الفتح والخليج عفوا ما بين الفتح وأبها الخليج في هذا اللقاء